في مجموعة من الحلي والمشغولات الجلدية الحقيقة مميزة بتفكر التراث المصري القديم، التراث العربي بشكل عام. ضيفتنا اللي منورانا هي مصممة الاكسسوار التراثي والحلي والجلود كمان، الأستاذة شيماء مصطفى. أهلا بيك يا شيماء، منورة. أهلا بحضرتك، ميرسي. وحاجتك كمان منورة. تسلمي حبيبتي، ميرسي خالص. يعني خلينا نبدأ كده من الأول، أنتي إمتى بدأتي تحبي المشغولات بشكل عام، سواء كانت إكسسوارات أو جلود، وبدأتي بإيه الأول؟ أنا كنت حابة الاتجاه الفني جدا، كنت عاوزة أشتغل في اتجاه فني بعيد خالص عن مجالي أو مجال دراستي. كنت بتدرسي ايه؟ انا خريجه تجاره جامعه القاهره، فضلت ادرس لغايه ما حصلت على الماجستير تخصص اداره اعمال جامعه القاهره. بس كان عندي انتماء جدا للفنون عموما قبل الدراسه، وبعدين حسيت ان انا مش قادره اكمل في المجال او في الكارير اللي هو البيزنس او اداره الاعمال. فتوقفت فتره طويله، اشتغلت في شركات قطاع خاص، واشتغلت شويه ضيافه جويه، وبعدين بطلت بقى المجالات، وقلت انا حاسه ان انا عاوزه الاقي نفسي في حاجه معينه. ايوه، ابتديت ارسم في الفتره دي لوحات فن تشكيلي، ابتديت اتعلم على الالوان، يعني يبقى في صحبيه بيني وبين الالوان، يبقى في صداقه، تعرفنا على بعض، رسمت حاجات كتير جدا. وبعدين ابتديت احس ان الحاجات دي غاليه قوي عندي، مش عاوز حد يشوفها، مش عاوز حد يقتنيها، عاوز احتفظ بيها لنفسي، لاني انا حسيت ان انا برسم روحي جواها. لغايه ما فجاه كده دخلت في حياتي بالصدفه البحته معدن الفضه. وانا كنت بحب جدا الفضه وبحب اقتنيها كلبس، فابتديت اعمل ديزاينز بسيطه جدا لنفسي. وفي الفتره دي ابتدى ناس كتير يشوفوا الموديلات فعاوزين زيها. اشتغلت فتره طويله جدا في الفضه، واللي كان بيميزني ان انا كنت بحاول اعمل ديزاينز غريبه كده مستوحاه من الفلكلور القديم، وطعمها بالاحجار الكريمه او الاحجار الطبيعيه النصف كريمه. لان انا دايما بقول ان الناس عندها معلومه مغلوطه ان كل انواع الاحجار هي كريمه. لا، الاحجار الكريمه اربع انواع: الزفير، الماس، الزفير، الزمرد، الياقوت. فما دون ذلك هي احجار طبيعيه نصف كريمه. لما اشتغلت في الفضه ابتديت عاوزه اعرف التكنيك بيتعمل ازاي علشان اعرف اعمل ديزاين. فعارف حضرتك احنا بنوصل السلم من الادنى للاعلى. يعني ايه؟ يعني انا لما هاخد ديزاين اروح انفذه اوريدي انا هتعمل في ورشه مع مجموعه حرفيين، فلما يجي يسالني طب احنا هنعمل القطعه دي ازاي، انا مش هعرف ارد. بالظبط كده زي الطبيب لما يتخرج ممارس، فاوريدي مش هيعرف، هيجي عليه فتره مش هيعرف يعني يشخص الحاله اللي قدامه. فابتديت ادرس ازاي اقدر اعمل بيت فص، ازاي اعمل لحام، ازاي اعمل تقنيات بقى مختلفه جديد جدا كتير جدا. ما مش عاوزه اقول لحضرتك ان انا بوصل من A to Z، بس بتعلم البيزكس الاساسيه بحيث ان انا لما امسك قطعه اعرف الديتيلز بتاعتها هي مكونه من ايه، عشان ما يضحكش عليك، وعلشان اعرف اعمل تصميم صح، ترسمي ازاي الحاجه اللي هينفع تتنفذ. مش هبقى برسم وخلاص والشكل ده عاجبني بس صعب تنفيذ. حقيقي في الفتره دي اتجهت لكليات الفنون عموما، بقيت اعمل دراسات حره والفترات طويله جدا في كليات الفنون الجميله، فنون تطبيقيه، تربيه فنيه، اتعلمت اللحام، اتعلمت النشر، اتعلمت بيوت الفصوص باشكالها المختلفه، خدت فكره عن فن الروباسي، خدت فكره عن فن الشفتشي، خدت فكره عن فن النقش. وبعدين ابتديت بقى اخد تركيب الواير واعمل اشكال بالواير واشكال بالسلك واشكال بالسلاسل، واعرف السلسله المصري، السلسله الروماني، ايطالي، ابتديت اعمل الحاجات دي كلها يدوي. وده ساعدني جدا ان انا اقدر اوصل لمرحله الديزاين. لما وصلت للمرحله دي، وعاوز اقول لك المرحله دي بحر عميق، مهما تتعلمي فيه بتحسي ان انت لسه زي ما انت تحت الزيرو، عاوزه لسه تتعلمي زياده. فابتديت ادرس في التاريخ. ليه ادرس التاريخ؟ علشان انا عاوزه اعمل قطعه فنيه مميزه. طب انا عاوزه اعمل ايه؟ الناس كلها عندها افكار ان القطع او الفن المصري منحصر في حاجه واحده، سينا القديم.
والعريش. في حين ان احنا عندنا عصور كتير دخلت مصر، عندنا من اول العصر الفرعوني مر علينا بقى عصور كتير جدا، عصر روماني، عصر فارسي، عصر فاطمي، عصر عثماني، وبعدين لغايه ما وصلنا للعصر الحديث. طب كل فن، كل عصر من العصور دي في فنون جديده حصلت في مصر، الفنون دي ابتدت تندثر. ابتديت ابحث عن الفنون دي واعيد احياء بعضها واطلعها في شكل قطع حلي. طيب حلو قوي الكلام اللي انت قلتيه ده. انا شايفه شنطه دلوقتي قدام الكاميرا تحفه، شنطه جلد وفيها شغل سينا، صح كده؟ لا، هي مش شغل، انا اسفه، يعني هي شنطه جلد طبيعي. ايوه، بس الديزاين ده ديزاين ايراني او فارسي. إيراني. ايوه الديزاين ايراني او فارسي، والموتيفات اللي انا حطاها موتيفات بتعبر عن الديك او الديك القديم او شكل الموتيفة الديك القديمه. القطعه بس اللي انا حطيتها، هو المفروض الشكل الحقيقي للشنطه انها تتحط سجاده ايراني في النص. انا بس يعني استعوضت الجزء اللي هو بتاع السجاده الايراني بقطعه خياميه مصريه. أيوة. قطعه قماش خيام مصري. بحيث ان انا اجمع بين الشكل الفارسي او الشكل الايراني وفي نفس الوقت بين الخامه المصريه. مصري، ايوه. بس هو شبه الشغل بتاع الفلسطين والعرايشه، ده حقيقي، والسيناويين احنا عندنا لاين متصل طبعا بين شمال سينا وبين العريش والحاجات دي، ده حقيقي كلها فعلا. فيها نفس الرسومات، بس انا كهوية بس شايفة ان كلهم ورداتهم مختلفة، الوانهم مختلفة، لكن انت متخصصة ودارسة فعارفة بقى ان ده. انا عايزة اقول لحضرتك كمان إيراني. الشنطة الاولانية دي، الشنطة دي انا عملت ديزاين يوني سيكس بحيث ان هي تنفع، لان انا اشتغلت بالضبط في اللاين اللي هو السيدات فترة طويلة جدا، والطلب مني لاين رجالي. طب انا محبتش برضو ان انا يبقى اللاين موحد، فعملت الشنطة دي يوني سيكس، والشنطة دي بتنفع كروس وبتنفع شنطه يد وبتنفع باك باك كمان. حلو قوي، فعلا حلوه. وانت كمان بتعمها بشغل نحاس، بشغل نحاس. انا كل الميتال الموجوده على الشنط عموما بتبقى نحاس بيور، واخد طبقه اكسيديه عشان يدي الشكل القديم، او واخد طبقه فضه اكسيد برضو علشان يدي شكل شرقي. ايوه، عشان لونه ما يتغيرش برضه. طيب عندنا شنطه تانية برضو جنبها مختلفه بقى، ده شغل جلد، حرق على الجلد او رسم على الجلد، ده حرق وتلوين وضغط ورسم وشراشيب بقى وخرز وحاجات كده كل الالوان، ده حقيقي. طيب قولي لي برضه، هي الشنطه دي مودرن شويه، يعني حبيت برضو اخرج من الشكل الفلكلور للشكل المودرن. عملتها يمكن شكل الكاوبوي شويه، متطعمه كلها وردات، الوردات الموجوده فيها كلها وردات يدوي، متطعمه بقطع نحاس وفصوص العقيق واخشاب طبيعيه ملونه. أيوة. موجوده على الشراشيب. الشنطه متبطنه جلد طبيعي من بره ومن جوه. دي تنفع بقى استعمالات كتير جدا جدا جدا، وتنفع شباب، تنفع خروج بالليل، تنفع خروج الصبح، تنفع يعني عارفه، تنفع لبسه انا مطرقع، عاوزه بقى حد ليه ستايل كده معين. أيوة. وجريء في اللبس. حبيت برضو يبقى لي خطك غريب شويه، ما يبقاش كله في الكلور او. أيوة، كله تراثي. هو مش غريب بالزبط. بس غير تقليدي، يعني مش شبه تقليدي. الحاجات اللي احنا على طول بنلاقيها في المحلات او الناس لابساها. ساعات ناس بتبقى حابه انها تلبس حاجه تبقى يونيك، حقيقي مختلفه، ما الاقيش زيها. وعاده انا ما بعملش من الديزاينز كتير، يعني ماكسيمم من 3 قطع ل4 قطع، ولما بيخلصوا مش بكرر الديزاين تاني. ليه؟ لان انا بحس ان هي قطعه يونيك بقت صاحبه الشخص اللي اقتناها، يعني هو اخد براءة اختراع القطعة دي. أيوة. فخلاص هو اقتنى القطعة دي، فانا بوقف انتاجها وبحاول اعمل ديزاين بقى جديد بحيث ان القطع بتاعتي ما تبقاش منتشرة مع الوقت، تبقى قطع مميزة وتبقى دايما قطع ليها عمر طويل، يقدر الشخص دايما محتفظ بيها وحاسس انه ماسك قطعة مميزة ومنها كتير. ايوه. طيب خلينا بقى نتكلم عن، طب لسه عندنا شنطه نتكلم عليها عشان بعد كده نخش على التقيل. الشنطه شنطه عروسه النيل. أيوة. ده شنطه فرعوني طبعا، احنا كلنا عارفين قصه عروسه النيل الفرعونيه. الشنطه دي احنا قعدنا نشتغل فيها حوالي 6 شهور علشان الشنطه دي كان ليها بالانس وكان ليها كذا ديزاين. أيوة. والقاعده بتاعتها متلحمه بالوش بتاعها، متلحمه بالحامل فضه،
ومنقوش عليها لوتس، زهرة لوتس اشتغل فيها حوالي 8 حرفيين مصريين، قعدنا نشتغل فيها حوالي 6 شهور عشان يعني نوصل للشكل او الناتج النهائي، وعلشان نقدر نعمل البالانس علشان تبقى الصورة في المنتصف بالضبط. الشنطة ابريميدي وليها كمان ايد ممكن تبقى طويلة. حاجة كلاسيك او حاجة كاجوال واتيفر، يعني لو هي هتلبسها ازاي. هي حلوة قوي، حلوة قوي، تحس عاملة زي شنط اللي بيلبسوها الفنانين في المهرجانات. ده حقيقي، انا يعني الشنطة دي بجد كان نفسي فعلا ادخل بيها مسابقة للمهرجانات، لان انا كنت عاملاها حاجة ابريميدي تنفع للمناسبات وتنفع للسهرات وتنفع للمهرجانات عموما، وحبيت ان انا اقدم شنطة مختلفة وبتميز او بتعبر عن مصر. أيوة. بتتكلم عن مصر. طيب خلينا نتكلم بقى عن الكوليهات التحفه دي، كل كوليه وزنه كام؟ يعني تقال قوي. قولي لي كل كوليه قعدتي فيه قد ايه؟ قعدتي في كل واحد قد ايه؟ وكلميني عن كل ديزاين، لانه كل واحد مختلف عن التاني وكلهم حلوين. طيب ممكن نبتدي من اللي على اليمين. ده شكل المشربيه. طبعا المشربيه ظهرت في العصر الفاطمي كتير جدا، وكانت موجوده في القاهره القديمه او قاهره المعز. انا عاوزه اقول لحضرتك، انا وانا ماشيه بصيت على المشربيات القديمه، كل الموضوع ان انا خدت شكل المشربيه وطعمته في شكل قطعه حليه. الشباك بتاعها عباره عن حجر الجاد الطبيعي بتتفتح، شكل المشربيه او الشباك الخارجي او الاوتلاين الخارجي، القطعه او الموتيفه نفسها مجدوله على جلد طبيعي متطعم كلها بفصوص العقيق، الالوان والاشكال المختلفه لفصوص العقيق، والكوين بقى او مطعمها بالظبط الكوين النحاس. الكوين دي على فكره واخده الشكل او العملات القديمه، يعني مطبوع عليها شكل العملات القديمه، الغازي او الليبي والشكل اليمني، ومطعمه بسكرولات كتير جدا معموله من السلك اليدوي برضو. حلوه قوي. الحاجات دي مهمه ان انت تبقي درساها ومتعلماها عشان تقدري تسوقيها، لانها مصدر للدخل. ده حقيقي، يعني بتفرق جدا لما يكون حد عامل مشروع صغير علشان يبقى ليه دخل وفي نفس ينمي بيه قدراته وينمي بيه المجتمع. ده حقيقي. احنا عندنا تقرير عن المشروعات الصغيره واهميتها، خلينا نشوفه ونرجع نكمل طبعا. كلام تقريرنا اللي جاي هنتكلم عن أهمية المشروعات الصغيرة في تنمية المجتمع، خلينا نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. صغيرة يعني الحقيقة اللي هي اللي بتتعمل هنا في مصر دي، المفروض عشان إنها توقف البطالة، توقف الناس اللي هي مثلا بتنزل في الشارع بتتمشى وبتضيع وقتها ما بيعملوش. طبعا المشروعات الصغيرة مهمة جدا، ولازم يبقى في مشروعات صغيرة وتكون تحت رعاية الدولة عشان الدولة هي اللي تتكفلها وتديرها وتنظمها، وطبعا ده هيساعد في حاجات كتير، هيقضي على مشكلة البطالة، وان حد يعني يبقى عنده مشروعه الخاص. يبقى في مشروعات صغيرة مهمة وتقلل البطالة وتبقى تحت رعاية الدولة، ويقدر الشاب برضو ان هو يفتح بيت ويكون أسرة. المشروعات الصغيرة الفترة الأخيرة الحمد لله مشكورة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهتم اهتمام كلي بالمشروعات الصغيرة تمام، وبالشباب بالتحديد. والهدف من المشروعات الصغيرة ان هي بتقضي على البطالة وتوفر فرص عمل للشباب. محتاجين جدا نهتم بالمشروعات الصغيرة، لان هي يعني بتوفر وسيلة كويسة للشباب، وظائف اعمال، وكمان بتقلل من البطالة. فاحنا مهتمين، لازم نهتم كويس جدا يعني بالنسبة للمشروعات الصغيرة، لان بتوفر بتقلل طبعا البطاله ونسبه البطاله، وكمان يعني حتى الشباب يقدر يشتغل وفرص الاعمال تبقى كويسه عن كده. المشروعات الصغيره ديت على قد ما هو اسمها مشروعات صغيره فلها اهميه كبيره جدا. انت حضرتك لو جيت تشوفي دلوقتي في المشروعات الصغيره دي بتشغل كم عامل مثلا. تانيه عشان نكمل كلام عن المشروعات الصغيره اللي هي ممثله النهارده في الاكسسوارات التراثيه. اتكلمنا عن الكوليه الاولاني، ودلوقتي هنتكلم عن الكوليه الثاني اللي هو اللي في النص ده، الجميل الرائع الهايل ده، احكي لي عنه بقى. البرقع السيناوي، بس انا عملته بشكل مختلف، بشكل عقد. عجبني جدا جدا في فتره من الفترات، البرقع اتحط على حاجات كتير، في ملابس واتحط على الشنط واتحط في اشكال مختلفه،
وبصراحة بينقلنا نقلة كده فظيعة. أيوة. سواء بقى أهل سيناء أو أهل العريش أو أهل فلسطين، البرقع ده حاجة أساسية عند البادية يعني عندهم. فقلت طب أنا عاوزة أعمل برقع، بس أنا هعمله في شكل قطعة حلي. فعملت البرقع فعلا أدوار، وفي جزء، الجزء اللي في الفوق ده عبارة عن العين، عملتها على شكل سلاسل، دور نحاس ودور عقيق، دور نحاس ودور فيروز وهكذا، لغاية ما أخد شكل البرقع. وحط في الآخر حطيت له الشراشيب بتاعته عبارة عن سلاسل نحاس عادي أو نحاس واخد الأكسدي ونحاس مطلي فضة، وطعمته بأحجار الفيروز وأحجار العقيق بحيث يديني برضو الأشكال، لأن هم جد مميزين جدا جدا بالأورنج واللون الأزرق في الغرزات بتاعة التطريز بتاعة البرقع. فاستعوضت الموضوع ده بأحجار العقيق بالظبط كده واحجار الفيروز الازرق، فبقى عندي شكل برقع يعني حتى هو ملبوس هو واضح جدا ان هو برقع، بس اختلفنا ان احنا عملنا قطعه فنيه وقطعه تراثيه بس بالمعدن. طيب قولي لي، كليات زي دي بتاخدي معاكي وقت قد ايه عشان تقعدي تشتغليها؟ لان يعني انا شكلها محسسني انها خدت وقت طويل جدا، لكن اكيد شغلها غير شكلها. أنا دايما بقول يعني العملاء بتوعنا بيشوفوا المنتج النهائي، ما بيشوفوش مراحل التعب اللي ورا المنتج، بس باينة والله يا شماء. أو ده حقيقي، يعني عاوز أقول حضرتك إن القطعة الأولانية دي إحنا قعدنا نشتغل فيها سنة. أيوة طبعا. إحنا عاملين منها ثلاثة بيسز، كنا عاملين ثلاث قطع بس. أنا بعمل الديزاين الأولاني أو الموتيفة الأول وبقعد أسيبها شوية. الموتيفة الأولانية عشان تترسم وعلشان تتنفذ دي بتاخد مثلا من شهر لشهر ونص رسم وتنفيذ. العقد بقى علشان يتقفل أنا بقعد شوية طويلة فيه. ليه؟ لأن أنا عارفة حضرتك بتشتغلي شوية في لوحة بالضبط زي الفنان التشكيلي اللي بيقعد يرسم شوية في اللوحة ويستنى، حاسس إن في التفاصيل لسه ناقصة شوية. ده اللي بيحصل بالضبط، بعمل الجزء واستنى، انا مش عارفه اوصل للشكل النهائي، فممكن اسيبه واشتغل في حاجه تانية واسيبها وتشتغل في حاجه تانية، اعمل ديزاين تاني ممكن يقعد معايا اقل حاجه 3 شهور، ممكن يعدي السنه. انت بتشتغلي لوحدك ولا في حد بيساعدك؟ لا انا معايا تيم الحمد لله، وكل حد في التخصص بتاعه، يعني عندي حد متخصص نشر، حد متخصص لحام، حد متخصص تلميع، حد متخصص روبسي، حد متخصص فني الشفتشي، عندي متخصصين في كل مجال، بس احنا بنقعد نشتغل مع بعض، يعني احنا بنقعد نشتغل في نفس الورشه بالظبط كده. يعني انا عاوز اقول لحضرتك انا بالورشه بقعد على الماتور، في جزء هم بيلحموه في جزء بلحمه معاهم، احنا تيم. هم الجنود المجهوله ورا اللي انا بعمله ده حقيقي. الناس دي فعلا احنا عندنا حرفيين مصريين فوق الرائعين، ايديهم بجد مبدعه، وللاسف فيهم ناس كتير ابتدت الحرف دي مفيش تندثر لان مفيش عصور متتاليه. فابتدت المجموعات الحرفيه الفائقه المهاره تقل. ايوه، لكن النجوم اللي ايديهم تتلف في حرير زي ما انت قلتي من الحرفيين المصريين موجودين، موجودين وبيشتغلوا وشغلهم بيفرق ومميز جدا عن اي حاجه تانية معموله حقيقي. وخلاص حقيقي، ودول معموله بسرعه، ده حقيقي. معموله زيها زي اي حاجه تانية، لكن انا قدامي قطع 1 2 3 4 كليهات وثلاث شنط مميزين، وباين عليهم جدا انهم واخدين شغل وقت في التصميم ووقت في التنفيذ. نقعد نفكر مع بعض، وكتير جدا بستشيرهم في موضوع التقفيل، وكتير جدا بستشيرهم لو عاوزه اجمع كمات مع بعض. لا احنا تيم يعني حقيقي، يعني انا فعلا بحس ان هم جنودي المجهوله، يمكن وليهم فضل طبعا كبير عليا ان انا اقدر اوصل للمستوى ده الحمد لله. هم الحقيقه مش جنود مجهولين، هم جنود مميزين حقيقي، انت بس الواجهه بتاعتهم حقيقي. لكن شغلهم بيتكلم عنه. انا والله ببعت لهم عن طريق حضرتك تحيه كبيره وموده وسلام، لان هم فعلا يستاهلوا التقدير. هم يمكن ما يكونوش موجودين معانا، بس هم موجودين بروحهم. ايوه، وبفنهم وبفنهم طبعا المميز جدا. طبعا احنا بنشكرك يا شيماء، يعني بجد متعتينا بشوية تفاصيل فنية بسيطة لكنها عميقة جدا،
تتكلم عن تراثنا وعن تراث مش هيندثر ان شاء الله على مر العصور. مصر ده ولاده افضل ان شاء الله ولاده ان شاء الله. احنا بنشكر ضيفتنا اللي كانت منورانا الاستاذه شيماء مصطفى، مصممه الحلي التراثي والجلود المميزه جدا.